أدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا فيقول أهل بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما زلنا نقرأ في باب صلاة الجماعة والإمامة، وأخذنا حديث إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. من صحابيه ومن أخرجه؟ من ذكر زكريا؟ من أخرجه؟ متفق عليه عن أبي هريرة. فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قال، وأخذنا أيضا بعض المسائل الملحقة في الحديث. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه: المسألة الثانية بما تدرك الجماعة. فيها قولان: الأول أن الجماعة تدرك بإدراك المأموم الإمام قبل أن يسلم ولو بشيء يسير، وهذا قول أحمد في المشهور عنه والشافعي وأصحابه والحنفية، وهو قول أبي وائل. ويدل على هذا القول حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. الثاني أن الجماعة تدرك بإدراك ركعة كاملة، وهو قول مالك وأحمد في رواية، ووجه عند الشافعية. وهؤلاء عندهم إذا ما أدرك ركعة كاملة بإدراك الركوع الأخير من الركعة الأخيرة فاته أجر الجماعة، ومع ذلك يدخل عندهم، يدخل مع الإمام ولكن فاته أجر الجماعة. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول عطاء، واستدل بحديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال: المراد به إدراك الجماعة، فقد جاء في رواية في صحيح مسلم: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. قال أبو عبد الله غفر الله له: القولان قويان، والقول الأول أقرب إلى الصواب. وأما حديثهم فالمراد به إدراك الوقت قبل خروجه، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين من طرق أخرى بلفظ: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومثله في العصر. وأما زيادة مع الإمام في رواية مسلم فهي زيادة غير محفوظة، فقد أخرجها مسلم من طريق حرملة عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم أخرج من طريق ابن عيينة والأوزاعي ومالك بن أنس ويونس من رواية ابن المبارك عنه عبيد الله بن عمر بدون الزيادة. قال الإمام مسلم رحمه الله: لم يذكروا قوله مع الإمام، أي إشارة من الإمام مسلم إلى أن الزيادة نعم غمزها كما يقال، حيث أنهم جميعا لم يذكروا هذه اللفظة. فتنصيص الإمام مسلم عليها يشير إشارة إلى ذلك. قلت: ورواه عن الزهري أيضا شعيب بن أبي حمزة ويحيى بن سعيد ويزيد بن الهاد وابن جريج وقرة بن عبد الرحمن بدون هذه الزيادة. الزيادة لا تثبت، زيادة معلة مع الإمام، زيادة معلة. الصحيح أن إدراك الجماعة تدرك بإدراك شيء من الصلاة مع الإمام ولو دخل معه قبل التسليم بشيء يسير.
وليس أجره كأجر من سبق، لا شك أن الأجر يتفاوت، فمن كان أسبق إلى الجماعة فهو أعظم، أعظم أجرا، ومن أدرك الجماعة من أولها أعظم ممن فاتته بعض الركعات. وعلى هذا فليحرص المسلم على إدراك الصلاة من أولها، وليحرص على حضور الجماعة مبكرا، بل على المسلم أن يكون مبكرا قبل الإقامة، فليكن من السابقين إلى المسجد، بل لو بكر قبل الأذان فهو خير، من كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة. وهذه حياة القلوب، أن تتعلق القلوب بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد يسارع إلى الصلاة قبل دخول وقتها، قبل الأذان، هذا خير، لازم المساجد ففيه خير. المسألة الرابعة، إذا تشهد الإمام في موضع ليس للمسبوق فيه تشهد. المسألة الثالثة، إذا وافق التشهد الأوسط للمسبوق التشهد الأخير للإمام فهل يتابعه في الدعاء؟ واضح، يعني يكون أدرك مع الإمام ركعتين من الظهر أو العصر أو العشاء، فإذا جلس الإمام للتشهد الأخير سيكون في حق المسبوق ما هو؟ التشهد الأول. هل يتابعه في الدعاء؟ وكذلك أما مسألة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فالأصح أنها تقال في الأول والثاني. قال: ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكتفي بالتشهد ولا يتابعه في الدعاء، وهو قول الحسن وأحمد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتم مع الإمام ويدعو، وهو قول عطاء، ويظهر أن هذا القول أن هذا أقرب لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به، وأيضا سيبقى ساكتا، ما هو الفائدة من السكوت إذا انتهى من تشهده ومن الصلاة الإبراهيمية دعا كما يدعو الإمام. المسألة الرابعة، إذا تشهد الإمام في موضع ليس للمسبوق فيه تشهد، من يفسر هذه المسألة؟ من يفسر هذه المسألة يا رمزي؟ مثلا لحق ركعة مع الإمام، فإذا لحق مع الإمام ركعة، إذا فاتته أقصد، إذا فاتته ركعة مع الإمام دخل معه في الركعة الثانية، فهي في حق الإمام ماذا؟ في حق الإمام التشهد الثاني، نعم، التشهد الأوسط الأول في تلك الركعة الأولى، وهي في حق المسبوق الركعة الأولى ليس فيها تشهد، هل يتشهد مع الإمام أو يجلس ساكتا؟ يعني مأمور بالمتابعة، عليه أن يتشهد مع الإمام. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فإن كان تشهد الإمام في وتر من صلاة المأموم فإنه يتابعه في جلوسه بغير خلاف، الجلوس لا خلاف فيه. وهل يتشهد معه فيه أم لا؟ على قولين، أحدهما يتشهد معه، وهو قول الحسن وابن المسيب وعطاء ونافع والزهري والثوري وأحمد، قال: أحب إلي أن يتشهد. والثاني لا يتشهد، وهو قول النخعي ومكحول وعمر بن دينار والأوزاعي، قال النخعي والأوزاعي: يسبح ويكتفي به. انتهى. قلت: والصواب القول الأول لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهو مقتضى قول الشافعي أيضا.
ومالك مقتضى قولهم هو القول الأول. ولو توسعنا بالنظر في كتبهم سنجدهم أنهم يختارون القول الأول، الشافعي ومالك. المسألة الخامسة: هل للمسبوقين الذين أدركوا الجماعة إذا سلم إمامهم أن يقدموا أحدا يؤمهم يعني قد أدركوا الجماعة قام اثنان أو ثلاثة هل لهم أن يكملوا جماعة؟ كلهم بمفرده قد أدركوا الجماعة وكتب لهم الأجر فالمنع أقرب. في هذه المسألة قولان: الأول الجواز وهو قول عطاء وابن سابط ورواية عن أحمد ووجه للشافعية. الثاني المنع وهو قول الحسن ورواية عن أحمد ووجه للشافعية. قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الثاني أقرب إلى الصواب والله أعلم، لأنهم قد أدركوا الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم سبق مع المغيرة بن شعبة بركعة، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة فصليا ما سبق به، ولم يؤم النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وآله وسلم. لو كان في ذلك فضيلة لأكمل النبي صلى الله عليه وسلم الإمامة بالمغيرة. المسألة السادسة: هل يتابع المسبوق إمامه في سجود السهو؟ ذهب مالك إلى أنه لا يلزمه المتابعة، ووافقه الأوزاعي والليث، وخالفهم الجمهور فقالوا بالمتابعة في حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقول الجمهور هو قول الجمهور والصواب الله أعلم. المسألة السابعة: هل يتابع المسبوق المسافر إمامه الحاضر في إتمام الصلاة؟ يعني قد سبق، فهل له أن يقتصر على ركعتين أو يلزمه المتابعة؟ ذهب مالك وأحمد في رواية إلى أنه لا يلزمه المتابعة، بل له أن يصليها قصرا، يعني إذا أدرك ركعتين من الصلاة له أن يقتصر عليها، إذا أدرك ركعة واحدة مع الإمام وهو مسافر والإمام مقيم أدرك مع الركعة الأخيرة له أن ينوي القصر. ذهب مالك وأحمد في رواية إلى أنه لا يلزمه المتابعة، بل له أن يصليها قصرا، وخالفهم الجمهور وهو قول أحمد في رواية، فقالوا بالمتابعة للحديث المتقدم. قال أبو عبد الله غفر الله له: إن كان نوى الإتمام لزمه الإتمام، وإن كان نوى القصر فله أن يقصر، لحديث إنما الأعمال بالنيات، يعني يجوز له أن يدخل بنية القصر ويجوز له أن يدخل بنية الإتمام، وكما يجوز لمن فاتته الفجر أن يصليها خلف من يصلي الظهر، فكذلك ها هنا والله أعلم. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. الحكم المستفاد من الحديث في فضيلة الجماعة والاجتماع، ويؤيده حديث ابن عباس عند الترمذي مرفوعا: يد الله مع الجماعة، وهو في الصحيح المسند برقم كذا إلى الإمام الوادي رحمه الله، حديث ابن عباس في المسند. أما حديث الباب فقد جاء حديث بمعناه قد يتقوى به. حديث الباب في إسناد أبو بصير رجل مجهول، وفي الباب حديث قباث بن أشيم رضي الله عنه، أخرجه ابن سعد البخاري في التاريخ الكبير، ابن أبي عاصم والبزار والطبراني والحاكم،
من طرق عن يونس بن سيف عن عبد الرحمن بن زياد عن قباس بن أشيم الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجلين أحدهما مع الآخر أزكى عند الله عز وجل من صلاة ثمانية تترى. وصلاة ثمانية يعمهم أحدهم أزكى عند الله عز وجل من صلاة مئة تترى. الحديث لفظه آخر ولكن المعنى واحد في تفضيل صلاة الجمع وأنها أزكى عند الله. عبد الرحمن بن زياد مجهول من قوى الحديث بالطريقين فله وجه. مسألة: ما هو أقل الجماعة؟ قال ابن رجب رحمه الله في الفتح: لا نعلم خلافا أن الجماعة تنعقد باثنين إذا كان من أهل التكليف ولو كان المأموم امرأة. فأما إن كان صبيا فعن أحمد رواية أنها تنعقد به النافلة دون المكتوبة، والجمهور على أنها تنعقد به مطلقا سواء المكتوبة والنافلة. انتهى. ويدل على انعقادها باثنين صلاة ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وكذلك حذيفة وابن مسعود، وكلها في الصحيح. وحديث أبي سعيد: من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام رجل فصلى معه. وتنعقد بالصبي كما قال الجمهور، لأن ما صح في النافلة صح في الفريضة والله أعلم. لأن أقل ما تنعقد بالجماعة اثنان، إمام ومأموم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.